السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتابعي الكرام، تحياتي لكم من أخوكم فرج. اليوم غنتكلم على آخر مستجدات ملعب طنجة الكبير. قبل ما نتكلم على الملعب كنشكر الإخوان على الدعم، جزاكم الله خيرا. كنشكر الإخوان أو الأصدقاء القدام، وكنشكر الناس اللي عاد دخل القناة جداد، وشكرا للناس اللي كتدعم الأخ فرج، الناس اللي كتعرف فرج من زمان. هذا هو اخوكم فرج، ولاول مره كيشوف القناه او اللي غادي يشوف الفيديو يتابونا ويفعل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. قبل ما نبداو اخوتي على بركه الله، ها هما الناس اللي صيفطوا لي ندير لهم ديديكاس، ها هما غادي قايدين في الورقه. ديديكاس الخويا يونس ولد الزعيم، ديديكاس من مدينه طنجه، مرحبا بك اخويا العزيز ومرحبا بكم كاملين. وديديكاس الحمزة القاصري حتى هو كذلك، وديديكاس محمد التازي. هادو هما التعليقات اللي شفنا فيهم، ندير لهم ديديكاس على الاخوان ان شاء الله بحول الله. كل مره نديرو شويه، اللي صيفط لي شي تعليق اذا كانوا بزاف غندير ورقه كبيره كل فيديو ندير فيها شويه، وشوفوا نتوما الراي ديالكم واش ندوزكم في خطره واحده ولا كل مره ندوزو شويه. يلا اخوتي العزيز نبداو على بركه الله. بالنسبة للإخوان، أشغال مستمرة داخل الملعب، وفي بعض المرافق اللي غادي يبداو يتبناو، وفي المداخل اللي كتولوش الطابق الأول. نبداو بعدا من داخل الملعب أخوتي العزاز. بالنسبة عندو من المدخل القديم اللي كانو كيدخلو من الشاحنات، اللي كنتو تقولوا لي الأخ فرجي هذاك فين غادي تحيد هذاك الديساندا. بالنسبة لهذاك البوابة راه بداو كيديرو فيها الفندوات، الفندو بحال تي تي وهو هكذا، ثم غادي يكونوا المدرجات. بالنسبة الاتجاه الشمالي تا هو الطابق الثاني، بداو كيديرو فيه الفندوات والصواري. المهم بداو الطابق الأول في الوسط راه كاين المدرجات راكبين، الجيم ديالو على اليمين وعلى اليسار راه ماشي الخدمه الحمد لله. الله يعاون جميع العمال اللي قايمين بالواجب، وتحياتي خوتي المغاربه. عدنا على اليمين وعلى اليسار، بداو البلايص ديال المدرجات بداو كيبانو. المهم كاينين هما غاديين شويه بشويه، شويه على اليمين وشويه على اليسار. المهم ماشي شويه شويه، المهم خدامين. نتوما كتعرفين الفندوات والحديد ضروري كيكون فندق عامر بالحديد، ماشي كي بلا ما ندخل في التفاصيل بزاف. بالنسبه لاتجاه هيركوليس اتجاه الجنوبي في كاين الشاشه، الطابق الاول مثالي بقى فيه شي بلايص خصهم غتشوفنا. بالنسبه للمدرجات البلايص ديالهم واجدين، داكشي اخوتي كيمشي بالعبار. نفس اتجاه الجنوبي ديال هيركوليس، لان الطابق الثاني حتى هو بداو فيه، بداو كيعملو فيه فندوات والصواري. وكاين واحد البوابه تما غتسد حتى هي كانوا فيها المدرجات، حتى هي دارو فيها بحال تي هو بحال هكا هذوك الفندوات، حتى هو غيكون فيه المدرجات. بالنسبه للاخوان هذوك جوج ديك البلايص اللي كان فيهم الريزو او لا البيفان، ديك الزوراخ اللي كانوا عاليين اللي كتقول مشوه للملعب، راه الملعب مشوش اخوتي العزيز. تحياتي للمهندسين المغاربه راه عارفين شنو كيديروا. هادوك راه تريبو وغيديروا قيله تما المدرجات، حتى ديك الساعه ان شاء الله بحول الله غادي نشوفوا شنو كاين. بالنسبه لاتجاه الشرقي للانفاس مع المنصه الشرفيه، الطبق الاول راه مسالي بالمدرجات. ديك الفراغات ديك الامبارمي اللي كيبقى خارج الحدايت هادوك كيتفيناو بالبيطون، نبقاو في نفس الاتجاه الشرقي. تكلمنا على الطابق الاول المدرجات المثاليين، دابا غندوزو للطابق الثاني. الطابق الثاني حتى هو راكبين في المدرجات، بقى غير الوسط الجنبات ديالو راكبين على اليمين على اليسار، باقي شحال واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة ديال المدرجات على الطول وعلى العلو كاين تقريبا خمسة ولا اللي تمد، هادشي اللي كاين اللي باقي في الوسط. كذلك في الاتجاه ديال المنصة الشرفية، تا هو الطابق الأول راه مسالي، كيبقى
غير داك الليمبارم اللي خارج اللي كيعمر البيطون. بالنسبة للأشهر راه مستمر، بالنسبة للمداخل الإخوان الجديدة راه كيتم العملية ديال كي بناء أو لا كيعدل الطروج. صراحة الأشغال ماشية في المستوى والحمد لله على كل حال. فرجي يا فرجي، والله يفرج عليا وعليكم في الدنيا في الآخرة. علي يا خوتي العزيز، الله يهدي عليا ديما خدامي. الله بحال الاثنين، بحال الحد، بحال السبت، المهم ديما خدامي ما كان غير. الله يعطيك الصحة والحمد لله. بالنسبة للشركة اللي شادة اللي غتزول السقف الأزرق ديال الاتجاه المنصة الشرفية، راه كيوجدو في المطارين ديالهم كيسيو المطار ديال الرافعة إن شاء الله بحول الله. ديك الساعة غادي نشوفو الجديد حول إزالة السقف أو الغطاء. فرحة أي واحد قايم بالواجب، كلشي قايم بالواجب والحمد لله على كل حال. يلا الإخوان كنشكركم بزاف، عليا إلى نقول لكم مع السلامة وشكرا على الدعم للقناة. فرجي يا فرجي، الله يفرج عليا وعليكم. شكرا للإخوان اللي كيعرفوا الأخ فرجي على الطيبوبة ديالو، شكرا لكم، جزاكم الله خيرا. يلا مع السلامة ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله بحول الله. الله دابا غنمشيو نمشي نقضيو صوالح ديالنا. دابا شحال الساعة؟ شي 9 الظهر. نمشي نصليو العشاء إن شاء الله بحول الله. اللهم تقبل الجميع. قبل ما نعطي نقول لكم مع السلامة، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، والعائلة ديالكم والوالدين ديالكم والوليدات ديالكم. تحياتي لكم من أخوكم فرجي من مدينة طنجة، وتحياتي للناس الأصل من ورزازات. تحياتي عاوتاني لكم من ورزازات طنجة ورزازات. يلا تهلاو في راسكم، مع السلامة.